يسعد اوقاتكم جميعا. معكم الدكتوره اسماء التلا، بشرفني اكون سبيكر بمؤتمر ذا سيريان اكسلانس اندودونتيك اونلاين كونفرنس. بتشكر الاستاذ الدكتور احمد مراتي على الاستضافه الكريمه وعلى الجهود الكبيره يلي عم نعملها بجروب اكسلانس اوف اندودونتيك. بدايه حابه اعرفكم عن حالي. انا الدكتوره اسماء التلا، خريجه جامعه القلمون 2017، وحاليا سنه رابعه اختصاص في مركز البورد للسوق الاختصاصات الطبيه والسنيه، وعضو هيئة تدريسية بالجامعة السورية الخاصة سيريان برايفت يونيفرسيتي. اليوم راح أحكي بموضوع جدا جدا مهم بالنسبة للممارسين، وجدا بهمهم بحياتهم بشكل ديلي بالعيادة. هو العنوان Long Journey to the Apex During Retreatment Let's Simplify It. اليوم قدر الإمكان رح أحاول بسط موضوع الريتريتمنت وكيف رح نكون قادرين نعمل مانجمنت لكل الكوميونيكيشن يلي ممكن تصير معنا أثناء الريتريتمنت لحتى نقدر نحقق سكسسفل ريزلت. تغيير عن المألوف، وأنا ببلش بالمعلومات النظرية، حابة أبلش لكم هالمرة بفيديو لريتريتمنت كيس لمريضة جتني عم تشتكي من وجود آلام عفوية بعد ما ركبت الكراون بشهر، بالإضافة أنه كان في عندها آلام على المضغ. مثل ما شايفين هي الكلينيكال فيو. طبعا بالصوره الشعاعيه بين عندي بروكن انسترومنت بالميزو باك الكنال، وفي عندي شفوفيه بحوالين الميزو والبلات الروت، بالاضافه ان تريتد ام بي 2. الكلينيكال فيو مثل ما شايفين عندي ديستراكشن كتير كبير بالسن، في عندي كوتابر كمليانه كل البلب تشامبر. هون انا قررت انه اعمل ريبيل للسن بالكومبوزيت ريستوريشن مشان ما يصير في عندي اي مايكرو ليكج، وكون انا مرتاحه انا وعم اعمل ريجيشن، انا وعم اعمل تريتمنت للكنالز. مثل ما شايفين هون انا عم حط الليكويد دام حوالين السن مشان اضمن بيرفكت سيلينج. هون وقت اللي عم اعمل باي باس للبروكر انسترومنت بواسطه كي فايل 8 و10، طبعا اوريدي انا بكون عامله كورونر ميدل فلير، ولحسن حظي نتيجه الاكتيفيشن بالسونيك اكتيفيشن طلعت معي الاداه. طبعا انا أكد على نقطة أنه دائما وقت نشيل الأداة نعمل confirm removal لحتى نضمن أنه كل الأداة شلناها ما صار في عندي أي secondary fracture. هو وقت اللي عم بحث على MB2، مثل ما بنعرف على MB2 بتكون على الخط الواصل بين ال MB1 والبلتل وعلى الخط قائم مع الدستوبكل. طبعا أنا بلشت أعمل search إلى بواسطة رؤوس الألتراسونيك E4D و E5D. لاحظوا الفايل معي كيف عم تقدم بقلب الكنالز. طبعا كان عم تقدم بقلب الكنالز بشكل كثير صعب. هون وقت وصلت على كامل الطول العامل بالام بي 2، هون returning correct working length in all canals. طبعا هون وقت عم اعمل كمان تجربه الماستر كونفيتنج. طبعا في نقطة دائما بحب نوه عليها، clean as it should be، لازم الكوتا بيركة دائما مقطوعة عند الأورفس عند الكنال، ما في عندي أي كوتا بيركة موجودة بالبلب تشامبر مشان ما يستعقل الارتباط الكومبوزيت مع التوث ستراكتشر مشان ما يصير عندي أي ريكيرنت كاريز بعدين. هون طبعا صورة الفاينل اوبتوريشن، هون الحركة اصباب الفايبر بوست حطيت لها فايبر بوست. هون طبعا جمال شغلنا بالإيدو ما بيكتمل إلا بدون وجود التعويض النهائي. هلأ أنا رح بلش بالمحاضرة تبعي. طبعا إذا بدنا نحكي أول شيء على تعريف الريتريتمنت، تعريف الريتريتمنت حسب كليف ريدل هي عبارة عن إزالة الماتيريال من قلب الكنال بالإضافة لمعالجة الديفيشنسيز الموجودة بقلب الكنال سواء كانت باثولوجيك أو ايتروجينيك. المقصود بايتروجينيك أي الأخطاء اللي مرتكبة الطبيب السابق، سواء كان في عندي بروكن انسترومنت أو مست كنالز أو كان في عندي ليج أو زيبينج أو ترانسبورتيشن. اما تعريف الريتريتمنت حسب كير هي عباره عن ازاله انه اي سن تعرض اوريدي مسبقا لمعالجه اندو، ولكن هي المعالجه ما نجحت وصار في عندي فشل بالمعالجه، بالتالي بتطلب مني كأنا اعمل معالجه جديده
اعمل معالجة جديدة لحتى اقدر اخفف الساينوس سيبتوم عند المريض واعمل سكسسفول ريزلت. هلا في شغلة كتير حابة اتفق انا وياكم عليها، هي ما في فرق بين ال RCT وال retreatment، كلياتها هدفها واحد هو تحقيق ال 3D cleaning and shaping and obturation. هلا اذا بدنا نحكي بالنسبة للindication لل retreatment، مثل ما اتفقنا انه اي سن تعرض اوريدي لعلاج مسبق ولكن هاي المعالجة فشلت نتيجة مس كانالز، نتيجة defective restoration، كان في عندي broken instrument او في عندي defective crown، او المريض عنده sensitivity on bulbation on percussion، كلياتها indication لحتى المريض يعمل retreatment. اما الكونترا انديكيشن بالنسبه للريتريتمنت، الكونترا انديكيشن اول الكونترا انديكيشن انه السن هو اوريدي ما نقص الطباب لحتى نعمل له ما انرستربل تمام. لهيك انا بنصحكم دائما قبل ما نروح انه نقرر السن بده اعاده معالجه لازم نعمل نحن ايفالويشن صح، انه نشوف السن رستربل ولا لا، لانه احيانا كثير من الممارسين بيوقعوا بهي الـ بهي الـ بهي القصه، بكون السن بيعملوا روت كانال او ري ار سي تي، بعد وقت اللي بقرروا بدهم يعملوا الفاينل بروسيزز بيلاقوا السن انرستربل، نتيجة انه هن اوريدي مسبقا ما بكونوا شايلين كل الريستوريشن، ما بكونوا شايلين كل الكاريز تمام، وبالتالي بكون السن انرستربل، بالتالي هيك بكون ضوعوا وقت المريض وضوعوا حتى وقت الطبيب وهو السن اوريدي للاكستراكشن. ثاني كونترا انديكيشن هي وجود الاكستنسيف بيريدونتال انفولفمنت، وجود عندي ازيات بالانسجه الداعمه كبيره، سواء كان عندي ديب بوكيت او كان عندي مثلا بون سبورت ما انا كافي، يعني انه الدعم العظمي مثلا السن فقد اكثر من ثلثين الدعم العظمي، وبالتالي بكون هون كونترا انديكيشن لحتى نعمل نحن ريتريتمنت. ثالث سبب كونترا انديكيشن للريتريتمنت هو المريض ما انه يكون موتيفيشن، ما عنده حماس ليعمل سيف تو هيز توث، لانه مثل ما بتعرفوا الريتريتمنت هي بروسيدور بتتطلب الوقت، بتتطلب الصبر من المريض والطبيب، بتتطلب حتى كوست شوي اكثر، بالتالي اذا المريض ما انه مقدر هي الخطوات بالتالي رح يكون الريتريتمنت كونترا انديكيشن له. ولكن نحن كاخصائيين اندو دائما بنحاول نقنع المريض قدر الامكان انه يعمل ريتريتمنت، لانه السن الطبيعي بضل احسن يمكن من 100 زرعه. هلا في بدي حاب احكي عن موضوع السكسس ريت بين النون سيرجيكال ريتريتمنت وبين الابيكال سيرجري. حسب ارتكل نشرت للعالم محمود تربنجان، لاقوا انه الريتريتمنت عم تحقق لي نسب نجاح عاليه حوالي 83% على اللونج تيرم، على اللونج تيرم يعني اللونج تيرم مقصود فيه 6 ل 4 سنوات، من 4 ل 6 سنوات، مقارنه مع البري ابيكال سيرجري عم تكون السكسس ريت تبعها 71.8. هلا واذا بدنا نحكي على السكسس ريت بين الاندودونتيك ريتريتمنت وبين الامبلانت، اللي عم يكون النسب متقاربه بين الامبلانت والريتريتمنت، بس لا ننسى انه نحن بالامبلانت عم يكون نحن معرضين ليصير معنا كومبليكيشن اكثر، ممكن يصير معي سيرجيكال كومبليكيشن سواء نيرف انجوري، بالاضافه انه الامبلانت بتحتاج لوقت اكبر لحتى المريض يعمل فاينل بروستيزز، بالاضافه الى التكاليف العاليه لحتى المريض يعمل امبلانت. هلا في نقطه كمان بحب نوه عليها، هي الامبورتنس اوف كورونال سيلينج بريفنتينج كورونال ليكج ان اندودونتيك. هي ريفيو ارتكل كثير بنصحكم تقراوا فيها، لانه هي عم تقارن لي انه وقت اللي بكون عندي جود ار سي تي ولكن بور كورونال سيل
تمام عم تكون عندي success rate 44.1 بينما وقت اللي عم يكون عندي بور بور RCT ولكن good coronary سير عم تكون success rate حوالي 67.7. من هون اجت أهمية انه دائما اكد على أهمية الكورونال سيلينج بعد ما نحن نعمل روت كانال تريتمنت. طب نحن ليه بنعمل ريتريتمنت؟ مثل مو شايفين هاي الحالات لدي اللي بتجيني انا على العيادة، سواء كان فيستولا، سويلينج، لارج باري ابيكال ليجن. طب كيف هي بتصير؟ كيف شو العوامل المسؤولة عن فشل المعالجة؟ لحظة شوي ننتقل السلايد اللي بعده. هلا في عندي اربع عوامل تمام مسؤولة عن الاندودونتيك باري ابيكال ديزيز. اول عامل وثاني عامل هن الانترا راديكولار واكسترا راديكولار انفكشن. وجود عندي بكتيريا والمايكرو بكتيريا والباي برودكت تبعها بالتلت الذروي للكنالز هي مسؤولة عم تكون بحدوث الفيلير بالمعالجة تبعي، بالإضافة أنه رح يصير عندي باري أبيكال ديزيزز تمام. بهيك أحيان وقتها نحن ممكن نضطر نعمل باري أبيكال سيرجري لحتى نعمل مانجمنت للحالة. ثالث سبب فورن بدي رياكشن. فورن بدي رياكشن هو المقصود فيه احيانا نحن اثناء الاوبتريشن تبعنا ممكن يصير في عندنا تجاوز بالسيلر، تجاوز بالكوتا بيركا تمام. كل هي ممكن تعمل رياكشن بالجسم وتعمل اريتيشن بالباري ابيكال تيشو، وبالتالي رح يصير عندي اندودونتيك باري ابيكال ديزيزز. رابع سبب هو وجود السيست. شو المقصود بالسيست؟ هلا ممكن نحن نعمل معالجة اندو لسن علي ليجن، ونعمل 3D cleaning and shaving and obturation، ونعمل كل الأمور، وما هيك وقت نعمل ريكول للحالة لاقي انه العافية ما تغير حجمها، بالعكس ازداد. هون وقت بتكون أصل العافية هي كيس، بالتالي هون بكون استطبابة انه كمان نعمل باري ابيكال سيرجري. طبعا كمان رح اعرض لكم بعض الصور المسؤولة عن الاندودونتيك فيلير. هون وجود عندي انفكتد بلب تمام، يمكن يكون نتيجة المست كانال، ممكن يكون ديفكتيف كراون، ديفكتيف ريستوريشن، وجود دنتين شيبس وديبريز تمام. هي رح تشكل لانه ما رح يصير عندي انسترومنتيشن للكنال بشكل صح، وبالتالي اندودونتيك فيلير. كمان وجود بيرفوريشن، كورونال بيرفوريشن، تجاوز الادوات تبعنا سواء كانت المانيوال بالروتري لخارج الابكس، كمان عم يصير في عندي الريتيشن بالباري ابيكال تيشو، بالتالي كمان اندودونتيك فيلير. وهون كمان لاحظوا كيف في عندي incomplete obturation of distal root و poor obturation، كيف تشكل عندي الليجن. وهون كيف في عندي كمان وجود remaining infective tissue، وجود بالتلت الذروي هي عم تكون كمان عم تعمل لي فشل. هون inadequate obturation، هون في عندي zipping وtransportation بقلب الكنالز. كل هاي العوامل مثل ما اتفقنا هي كلها عم تعمل لي endodontic failure. هي كمان صورة انه احيانا وجود اتصال بين الperidontal tissue بين الكنالز كمان عم يكون عم يسبب لي failure. تجاوز الكوتا بيركا تبعي كمان عم يصير في الريتيشن بالأنسجة حول الزروية، وبالتالي كمان فشل. وجود كلاس 5 كاريز تمام، عم يصير في عندي اتصال بين الأورال انفايرومنت وبين الروت كانال، وبالتالي كمان رح يصير عندي اندودونتيك فيلير. نصيحة جدا، أي حالة اندو بتجيكون سواء كانت RCT او RCT ضروري نعمل صورة اشعة.
لانه اول شيء بصوره البريئه بكالراديوغراف تعطينا انطباع قديه الحاله صعبه، قديه في ديفيكولتي، قديه في تشالنج، وتعطيك فكره قديه ممكن حتى الحاله تاخذ منك وقت. تمام، ممكن تعطيك فكره هل الحاله فيها كاست بوست ولا فايبر بوست، هل في عندي بروكن انسترومنت، هل في عندي زيبنج. حتى كمان انا دائما بفضل نصور المريض باكثر من صوره بالميزيال والديستال شيفت، لانه احيانا ممكن كثير في هيدن اناتومي تروح علينا ما تبين معنا الا بالشيفتنج بالانزياح يلي ممكن نعمله بالبري ابيكال راديوغراف. هلا راح نحكي على السبات الريتريتمنت. اول خطوه بالسبات الريتريتمنت هي الكورونال ديسمبلي، هي إزالة المعوقات التاجية سواء إزالة البريج أو الكراون. قبل ما أحكي عن الفكرة حابة نوع على فكرة أنه أحيانا ممكن المريض يكون ما صار له فترة مركب الكراون، وإنت تعمل صورة البريء أبيك الراديوغراف وتعمل فحص كلينيكال بتلاقي أنه الحالة ريتريتمنت، وتضطر أنه خلص تلاقي الكراون فت منيح، تضطر أنه تعمل معالجة من خلال الكراون. بس أنا صراحة بهي الحالة ما كتير بفضل أنه العلاج من خلال الكراون. أول شيء لأنه الأكسس تبع الكراون مختلف عن الأكسس تبع الكنال، بالتالي هون أنا عم زيد الريسك تبع الانسترومنت تبعي أنه يصير فيها فراكتشر، وبالتالي صار في عندي كومبليكيشن أكتر. تمام، بالإضافة أنه الفيزيبيليتي الرؤية تبعي ما رح تكون كتير منيحة، رح تضل عندي هيدن أناتومي تحت الكراون. ولكن انا اذا حافظت عن التاج في ادفانتج، هو انه بسهل وضع الربر دام، بحافظ على الفانكشن والاستاتيك بالنسبه للمريض، وبخفف من تكاليف الاضافيه. طبعا هلا اما بالنسبه لطرق ازاله التاج، في عندي عده طرق لازاله التاج، سواء كانت الكونزرفاتيف، السيمي كونزرفاتيف، الديستركتيف. هلا بعد ما نشيل التاج والكراون لازم نبلش نشيل الاوبستراكشن الموجوده بقلب الكنالز. طبعا الاوبستراكشن بقلب الكنال سواء ممكن تكون سيلفر بوينت، كوتابيركا، بيس، سيلر، سبريتد انسترومنت، بوست. تمام، هلا راح اعرض لكم حاله لزميلي الدكتور الياس عبور. طبعا هاي الحاله هو الدكتور صور صوره اشعه، ممكن نحن وقت نشوفها عبر سنترال ولاحظوا كيف في عندي ليجن كبيره، ممكن انت وقت تشوفها تفكر كوتا بيركا مثلا موجوده سيلر، بس لسوء الحظ هي عباره عن سيلفر بوينت، اقماع فضه. طبعا اقماع الفضه يلي ما بيعرفها هي طريقه كانوا يستخدموها قبل بالاوبتوريشن، ولكن هي الطريقه للاسف ما عادت استخدمت لانه ما عم تحقق لي 3 دي اوبتوريشن. لاحظوا هون الدكتور وقت شال كامل السيلفر بوينت، وهون وقت عمل اوبتوريشن نهائي. هلا رح نحكي عن الكوتا بيركا ريموفر. قبل ما نحكي عن الطرق ازاله الكوتا بيركا، اول شيء ازاله الكوتا بيركا بتتاسل بعده عوامل حسب الكنال، حسب طول الكنال تبعي، حسب الدايامتر والكيرفتشر والانترنال كونفيجريشن. مثلا الكوتا بيركا مثلا اكيد وقت انا بشيل الكوتا بيركا من سنترال رح يكون اسهل بالنسبه لي مقارنه اذا عم شيلها من مولر، لانه مثل ما بنعرف المولر فيه كيرفتشر المولر، رح تكون الكنال كمان نرو اكثر مقارنه مع السنترال يلي رح تكون ستريت، ورح تكون سنجل كنال يعني، وغير الاكسسبيليتي الرؤيه رح تكون افضل بالمنطقه الاماميه اكثر. هلا رح فرجيكم حاله جتني. تمام، طبعا هي الحاله عملت لها ريتريتمنت من الابر ليفت كناين للابر لور كناين. مثل ما انكم شايفين انه الكوتا بيركا كانت هون كتير في سهولة بإزالة الكوتا بيركا، ما كان في صعوبة لأن ما نول كوندنس الكوتا بيركا. طبعا هون الصورة النهائية بعد ما عملت الريتريتمنت لست سنترالز. بس صراحة هي الحالة كانت سهلة بالنسبة لي، بس أنا زعلت أنه ليه بهيك حالة، أنه ليه لنقدم للمريض هيك معالجة، مع أنه مثل ما قلت لكم أنه الريتريتمنت لسنترا كتير سهل، لأنه القناة أوريدي بتكون ستريت
وون كانالز، غير ان الرؤية ما في عنده صعوبة بالاكسس تبع السنترال. هلا رح نحكي عن طرق إزالة الكوتا بيركا. عنا عدة طرق لإزالة الكوتا بيركا، سواء الجيت سيجلدن، الالتراسونيك، الهيت، الهاند فايلز، هيت اند كيميكال، اند بيبر بوينت ويز كيميكال. هلا رح بلش احكي لكم عن عامل عن اداء اول شيء ممكن نحن نستخدم الجيت سيجلدن بإزالة الكوتا بيركا. أول شيء هي بتزيل لي الكوتا بيركا بشكل أسرع، بتأمن لي سبيس أو ريزوفوار مشان نحط السولفنت ليحل الكوتا بيركا الموجودة بالتلت الأبيكال والميدل. بتأمن لي convenience form لحتى اتقدم أكثر وأكثر للأبيكال ثيرد. هلأ طرق تانية إزالة الكوتا بيركا هي باستخدام كت الريتريتمنت فايلز. طبعا عندي بالسوق أنواع متعددة بالريتريتمنت فايلز. بالريتريتمنت فايلز أنا رح أحكي اليوم عن البروتابر ريتريتمنت كت. هلأ أكيد في سؤال بخطر عبالكم أنه تقولوا لي أنه شو الفرق تمام بين الريتريتمنت فايلز وبين الروتري فايلز. هلا اول شيء بالريتريتمنت فايلز، اول شيء بتتكون من ثلاث فايلات بتابرات متعدده، مثل هون البرو تابر عم تكون من دي 1 دي 2 دي 3 بتابر 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 9 8 7. او اول شيء الفايلات البرو تابر كيت بتكون ستيف، بتكون كثير قاسيه، مصنوعه من ستانلس، ما فيها اي فلكسيبيليتي، ما في اي فلكسيبيليتي مشان تتقدم بالكنالز وتشيل كل الكوتا بيركا. بالاضافه مثل الفايل الدي 1 التب تبعه تمام عم تكون اكتف ليه؟ مشان تعمل بنتريشن بالكوتا بيركا والسيلر. ثالث اختلاف بين الروتري فايلز والريتريتمنت فايلز هي انه المسافه بين الفلويد والفلويد تمام هي عم تكون اكبر لحتى تشيل الكوتا بيركا الموجوده بقلب الكنال، وهو الفايل عم يطلع من قلب الكنال. هلا اكيد رح تسالوني شو هو الفلويد، شو تعريف الفلويد؟ الفلويد هو الجروف الموجود على السطح على السطح العامل للفايلز تمام. مثل ما قلت لكم انه بالريتريتمنت فايلز عم تكون المسافه بين الفلويد والفلويد اكبر لتشيل الدبريز اكثر. كمان فينا نحن نستخدم الالتراسونيك تيبس تمام بازاله اندودونتيك التراسونيك تيبس لازاله الكوتا بيركا من قلب الكنال. طبعا دائما بنصحكم باي سنه بدنا نعمل ار سي تي او ري ار سي تي لازم يكون عندنا التراسونيك تيبس، لان اول شيء هي كونزرفاتيف، اول شيء ما بتشل التو ستراكشر بشكل كبير، وبتحافظ لي على شكل الكنالز، ما بتعمل لي توسيع زائد. طبعا في عندي اولا لازم يكون في عندي جهاز التراسونيك فيه باور خاص للاندو تمام. طبعا بالسوق في كتير اجهزه التراسونيك تمام، وهي رؤوس الالتراسونيك. طبعا في عندي عده انواع من رؤوس الالتراسونيك، في منها الدايموند والكوتد دايموند وان كوتد، طبعا حسب استعمالها، حسب وين مكان استخدامها بقلب الكنال. بالاضافه انه برؤوس الالتراسونيك الخاصه بالاندو في رؤوس، في بعض انواع الرؤوس ممكن نستخدمها بتفعيل الاكتيفيشن اوف اريجيشن مشان قدر الامكان نكون يعني قدر الامكان نكون حققنا 3 دي كليننج بقلب الكنال. كمان لحتى نزيل الكوتا بيركا فينا نستخدم نحن الاكس بي اندو فينيشر تمام. طبعا هذا الاكس بي اندو فينيشر هو فايلز بيستخدم على الاندو موتور تمام. فيه بتركب على الاندو موتور بسرعه عاليه، يعني لازم نحن يكون عندنا جهاز الاندو موتور فيه سرعات عاليه، يعني السرعه حوالي 1000 ار بي ام. هو بشل الكوتا بيركا من قلب الكنال. هلا هون مثل مو شايفين هي حاله جتني، مثل مو شايفين يعني بور اوبتوريشن بالميزوباكال كانال والميزولينجوال. هون انا وعم استخدم الاكس بي اندو فينيشر تمام،
لحتى شيل الدبريز والكتب هيك من قلب الكنال. لاحظوا السرعة العالية تمام للفايلز كيف عم يحاول لي يطلع لي كل شيء بقلب الكنالز. طبعا لاحظوا هون معي كيف عملنا بعد ما عملنا اوبتوريشن للكنالز. لاحظوا كيف عندي ويل كوندنس اوبتوريشن بالميزوبكال ديستوبكال الميزولينجوال، كيف عندي اللاترال كنالز. هون انا نوعا ما بكون حققت مبدا ال 3 دي كليننج اند شيبينج اند اوبتوريشن. بس لننتقل على السلايد الثاني. هلا السلايد الثاني، هلا اذا بدنا نحكي على السولفنت، هلا في عندنا انواع متعدده من السولفنت تمام، مثل الكلوروفورم الجزايلول الايكالوبتول الاورنج اويل تمام. هلا احسن شيء دغري بزيل الكوتابيرك هو الكلوروفورم. الصراحه نحن ما بنفضل استخدامه بسبب سميته العاليه. انا صراحه بالعياده بستخدم الجزايلول وبستخدم الاورنج اويل، وحتى بنصحكم تجربوا الاورنج اويل اول شيء بسبب ريحته الحلوه. هاد بخفف الستريس بالنسبه للمريض، لانه ريحه الجزايلول صراحه كثير نافذه بالنسبه حتى للطبيب وللمريض، مقارنه مع الاورنج اويل كثير بيعطي ريحه حلوه، وحتى بنبسط المريض اثناء الريتريتمنت مشان هيك كثير بنصحكم تجربوا الاورنج اويل حتى الايكالوبتول. هلا في نقطة كمان بدي نوه عليها، انه في كتير حالات ريتريتمنت بتجينا الاوبتريشن تبعها الاطباء القدماء كانوا يستخدموا سيلر هو هارد بيست سمنت، هو الريزوكرينول. ما بعرف اذا حدا مرق معه هيك سيلر او جته هيك صرفته هيك كيس. طبعا هذا السيلر هارد بيست بكون كتير عامل للرزق، يعني تاج كتير قوية بالدنتيل تيوبل، وبالتالي كتير احيانا صعب تزيله تمام، بكون في كتير صعب تزيله. حتى بالسولفنت ممكن ما ينحل، ممكن تضطر حتى تستخدم الالتراسونيك لحتى تبلش يعني تعمل تكسير بالسيلر لحتى تشيل كل شيء سيلر موجود توصل على كامل الطول. طبعا هو سيلر فيه عنده ميتازون واختصاره هو السباد. هلا رح فرجيكم كيس كمان كانت محشوه الاوبتريشن تبع كان بالريزوكرينول، يعني هاي الكيس كان فيها تشالنج بازاله الاوستراكشن الموجوده بالثلث الكورونال، وكان في اكيد مشكله كمان عندي بالثلث الابيكال والميدل. طبعا هي الحاله الريتريتمنت كيس للور بريمولر. طبعا كانت بالنسبه هي الحاله بالنسبه لي تشالنج. هلا هون طبعا البري اوبريتيف راديوغراف، هون بعد ما شلت الكراون ومثل ما شايفين في امالجام ريستوريشن، هون بعد ما شلت الامالجام ريستوريشن وقررت اعمل انا ريبيلد للسن لحتى ما يصير عندي اي مايكرو ليكج. هون وقت اللي انا عملت ريبيلد للسن وركبت الربر دام، هون بعد ما شلت الاوستراكشن من قلب الكنالز الموجوده بالثلث الكورونال مثل ما اتفقنا، استخدمت رؤوس الالتراسونيك لكسر السيلر وقدر اوصل لباقي الكنالات. هون وقت اللي عم تقدم اكثر واكثر بقلب الكنالات. هون وقت اللي وصلت على كامل الطول العامل، هون وقت اللي عملت اوبتوريشن هون تجربه الاقماع ماستر كونفيتنج، هون وقت اللي عملت اوبتوريشن ويز بايو سيراميك ويز هايدرو كوندنسيشن. طبعا هون الصوره طبعا اللي بتلخص الحاله من اي تو زد. هلا حابه احكي لكم فكره عن البريمولر. طبعا نسبه وجود ثلاث اقنيه بالبريمولر لور سكند بريمولر هي نسبة كتير قليلة حوالي 0.4%.
وبالنسبة لتوضع الكنالات عندي بالضاحك كانوا قناتين بالديستال وقناتين قناة ديستو بكال ديستولينجوال وقناة بالميزيو بكال. هلا في طريقة حتى نحن نضمن ان حتى كمان نضمن فيها ازالة كامل الكوتا يباركا من قلب الكنال، هي طريقة اسمها الويكينينج تكنيك. نحن اوريدي بعد ما نكون شايلين الكوتا بيركا من تلت الكورنال والميدل، ممكن يضل في عنا جزء بالتلت الابيكال ما نكون ما ضامنين شايلينه بكله، لذلك نحن ممكن نستخدم هي الطريقة، وهي عبارة انه نحط سولفنت بقلب الكنالز تمام اي محل مثل ما قلت لكم اورنج اويل او اكزايلول، ونفوت البيبر بوينت بحيث البيبر بوينت يمتص كل السولفنت، بعدين تعلق عليه كل بقايا الكوتا بيركا الموجوده بالتلت الابيكال. هلا ككلينيكال تيب لحتى يعني نوصل لهيك نظافه بالحجره وبالبلب تشامبر، ضروري يعني نحن لا ضروري نعمل هيك نظافه بالحجره. اول شيء مشان ما يصير عندي ديسكالريشن باللسن، لانه مثل ما بتعرفوا وجود كوتا بيركا بقلب البلب تشامبر ممكن يعمل لي تلون، وخاصه بالاسنان الاماميه، واضطر وقتها لاجراءات اضافيه واعمل انترنال بليتشنج للسن. بالاضافه شغله ثانيه يلي هي اهم تمام، انه نحن لا بنشيل الكوتا بيركا من قلب البلب تشامبر ونقطع عند الاورفيس، هي مشان نحقق افضل ارتباط بين الريميننج توث ستراكشر وبين الفاينل ريستوريشن، لانه وجود الكوتا بيركا بالبلب تشامبر راح يعقل الارتباط، وبالتالي راح يصير عندي مايكرو ليكج، وبالتالي ريكرنت كاريز، بالتالي هون انا فتت بمشاكل تانية وراح اضطر عيد التعويض بعدين. مشان هيك انا دائما بوصيكم تاكدوا على نظافه الحجره تبعكم. طبعا انا كيف فينا اوصل لنظافه هيك حجره؟ طبعا بعده وسائل هلا رح احكي لكم عليها. باستخدام اول شيء رؤوس الالتراسونيك تبع البريو تمام، نفس اللي بنستخدمه نحن بالتقليح فينا نستخدمه بتنظيف الشامبر من السيرا والكوتا بيركا. كمان فينا نستخدم البروفيجيت يلي بنستخدمه في إزالة الستينينج من على سطح الأسنان، كمان فينا نستخدمه بإزالة السيلر، بالإضافة لاستخدام راوند بير تنجستن يلي بتتركب على اللو سبيد، والإضافة لاستخدام الكحول. كل هاي العوامل تمام اللي حكيت لكم عليها كلها بتساعد على كلينينج بلب تشامبر. بالنهاية حابة أختم لكم بفيديو هو يعني وقت قصير بس معناه كبير، هو انه لا نخلي المريض يوصل فيها انه نحن حتى كاطباء اندو سبيشالست تمام مو قادرين نعمل اي شيء، ويكون السن للاسف رايح للاكستراكشن. هي الحاله جتني لمريض طبعا نتيجه الترميم السيء ونتيجة الروت كانال السيء، صار في عنده سبليت توس، صار في عنده فراكتشر بالبلتال كسب ممتدة من الميزيال ريج للديستال ريج، وبالتالي هون راحت الحالة للإكستراكشن. هلأ طبعا أنا رح بلش لكم بالفيديو تمام، طبعا انا موثقتها هي المرحله من A to Z. هلا بتشوفوا المراحل الكلينيكال والراديوغراف، هون انا حاطه مثل ما قلت لكم تعريف السبليت توس، طبعا هو بيكون ناتج اوريدي بيكون صاير فيه سن كراك تمام. هي الصوره السريريه، لاحظوا هون كيف عندي تجاوز بالكوتا بيركا، هي الصوره الشعاعيه، كيف عندي ديب اند نارو بوكيت. لاحظوا هون انا وقت اللي عم شيل الريستوريشن، لاحظوا قد ايه في عندي كميه ديبريس كوتا بيركا كاريز،
كان صدقا منظر لا يوصف والرائحة لا توصف نتيجة المايكرو ليكج الكبير. هلأ هون أنا وقت عم شيل بلشت عم شيل الدبريز بس هدفي أوصل للبلب تشامبر البلب تشامبر بلشت تحس أنه في موبيلتي بالبلد الكاس حتى اضطريت مثل ما شايفين عم استخدم الألتراسونيك تمام لحتى أشيل كل شيء كل شيء يعني كل شيء لحتى بس شوف الفلور أوف بلب تشامبر. للأسف هون حسيت في حركة جدا قوية بالبلد الكاس وفي عندي هلا بتشوفوا الامتداد خط الكسر يلي كان ممتد مثل ما ملاحظين معي شوفوا امتداد خط الكسر الممتد من ميزيا للديستال. طبعا هون صوت بعد ما زلت كل شيء وقررت انه خلص السن للقلع هون انقلع السن وهي السن بعد القلع. هيك انا بتكون انتهت محاضرتي تمام. بتمنى محاضرتي تكون نالت اعجابكم. بتمنى اكون قدرت اقدم لكم فيها وضيف معلومات جديده بالريتريتمنت. طبعا اي سؤال اي استفسار ممكن تحطوه بالكومنت تحت وانا ان شاء